عامر الحمداني، عامر فوج الثاني اللي تابع لواء 61 كركوك الحويجة الحشد الشعبي. شوفوا اخواني اصدقائي، وهذا مهيمن، النائب مهيمن الحمداني اخوه. طبعا كلكم تعرفون انه هو اصلا صعدوه كنائب من وراء الجنود مالته. جيب عمك وخالك ومدري شنو 10 بطايق تروح تشتريها، جنود يروحون يشترون بطايق حتى يروحون ينتخبون المرشح اللي تابع للحشد الشعبي. انا بس اقول لكم شغله واحده، الفوج الثاني تحديدا اللي موجود حاليا بالحويجه تواجده، روحوا دخلوا عليه سووا لجنه وشوفوا تعداده ايش قد. اذا لقيتوا اكثر من 15 نفر التعداد مالته موجود بمقر الفوج، ماكو. امر لواء 61 بحياته ما زاير هذا الفوج ولا واسطي له، لان هذا الفوج تابع الفالح الفياض، وذولا مجرد انه يسترزقون من عنده. فاتمنى انه كل لجنه حقيقيه تروح تطب لهذا الفوج وتشوفون الكوارث اللي موجوده. فلوس بنزين، فلوس بنزين بالفوج مالها من الجنود يدفعون قبل فتره، وعده اسماء، اسماء موجودين ما موجودين بالحشد الشعبي، يجيبهم يداومون سنه سنه ونص وغيرها، وبعدين يقول له ما طلع اسمك ويروح. اللي يدفع له شده او 50 ورقه او 70 ورقه يجيب له نشر ويطلعون اسمه على الحشد الشعبي. يعني اكو عالم هم يداومون وياه وهم ما منتمين للحشد الشعبي بس يكملون بيهم عدد. هاي اللي نقول عليها العوائل الحاكمة. في أمان الله.